السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. الفيديو ديال اليوم غنبارطاجي معكم المنتجات المفضلة عندي واللي كنستعملها في الوقت الحالي ونعطيكم الرأي ديالي فيها. دونك بلا ما نطول عليكم نبداو مع اول برودوي واللي غيكون هو هاد سوان دو بان من عند نيفيا. دونك هاد سوان دو بان هذا من عند نيفيا، كاتبين فيه هنايا كير اند ريلاكس. وبصح ما كتبوش لحقاش فاش كنكون في الحمام كتحس انه منين كديرو كيرطب لك الجسم ديالك، يعني حرش كاع ما كيعطيش داك الاحساس ديال التكرزيز هكا في اللحم، بالعكس كيرطب. والريحه ديالو سورتو الريحه ديالو فنه بزاف، الريحه مريحه بزاف بزاف بزاف. داكشي باش كتبين هنايا ريلاكس لحقاش كتعطيك واحد الاحساس ديال لاغلاكساسيون، ما كتسخاش تخرج من الحمام بسبب هاد الريحه هادي اللي كتبقى لك في الجسم ديالك واخا كتخرج من الحمام. بيان سور ما غتبقاش بنفس لانتونسيتي كما كنتي في الحمام، ولكن كتبقى داك الريحه هكا شويه في الجسم. دونك هذا فريمون عجبني بزاف بزاف، فوق ما كنديرو ما كنسخاش نسالي زعما ونخرج دغيا من الحمام. حتى لا بغيتو زعما ترتاحوا من مور واحد النهار اللي هو متعب او لا شي حاجه بحال هكذا، هذا فريمون زوين لحقاش كيعطيك واحد الاحساس بالراحه ولا غلاكساسيون. دونك صافي هذا الشيء اللي كاين على هذا. الا بغيتوه راه جو بونس دابا بروموسيوني في مرجان. غنخلي لكم كاع لي زانفورماسيون على لي برودوي في صندوق الوصف الا بغيتو معلومات اكثر عليهم. ثاني برودوي غنهضر عليه هو هذا الحليب ديال الجسم اللي اباز ديال الزيت من عند نيفيا النيس. دونك هذا بحال مكمل ديال الاخر. انا بالنسبه ليا لحقاش فوق ما كنخرج من الحمام كنكون ديجا ترطب الجسم ديالي بهذاك، تنزيد الرطوبيه بهذا باش حتى الريحه كتبقى في الجسم، يعني ما كتحيدش دغيا. بيان سور هي غتحيد مع الوقت واحد النهار ونص كاع، ولكن داك العشيه هذيك كتكون الريحه في الجسم منعشه وزوينه بزاف. دونك هذا كتبين فيه هنايا اشراقه الورد والريحه ديالو ما قويهش بزاف، يعني جوست داكشي اللي خاص في الجسم، ما مجهدش بزاف وماشي كاع ما كايناش. دونك هما كاع الحليبات ديال نيفيا صراحه زوينين، ما علاش انا خديت هذا بالضبط في هذا الوقت لحقاش هو اباز ديال الزيت والجو باقي ما سخنش، يعني باقي كاين البرد. وفاش كنكونوا اصلا في الحمام اللحم ديالنا كينشف، دونك ضروري ملي ديغاتاسيون جوست ابري الحمام اولا الدوش. داكشي علاش خديت هذا لحقاش داك البلايص كينشفوا، دونك مزيان هذا بالزيت كيدغاطي مزيان. وبيان سور ما كنديروش فداك لي بارتي اللي كيكونوا اصلا مزيتين، بحال دابا كاينين الناس اللي عندهم الظهر ديالهم كيتزيت، دونك ما ديروش كاع تما. كنديروا في هنايا جهه الكتاف، كنديروا في رجلي يدي، فريمون كيعطي واحد لابغيونس زوينه، واحد الريحه اللي كتبقى حتى هي زوينه. وصافي هادشي اللي كاين على هاد لو برودوي، حتى هو عجبني بزاف بزاف، راه قريب يتسالى ليا لحقاش كنديرو اشاك فوا فوق ما كنخرج من الحمام باش كيبقى الجسم ديالكم مرطب من هنا عاوتاني حتى كيسخن الحال. ثالث برودوي غنهضر عليه هو هذا اللي من عند غارنيي، سكين اكتيف انوفيشن بيور اكتيف انتنسيف 3 اون 1. دونك هذا كاتبين فيه هنايا اونتي بوانوار انكروستري، واللي عجبني فيه سكو فيه ثلاثه ديال الحاجات في هذا النيت، يعني في واحد هو نيتوايون اكسفوليون وماسك. دونك كل نهار كنخدمو كنيتوايون، كنوض كنغسل به وجهي، عاوتاني في العشيه ملي كنرجع كنغسل به عاوتاني وجهي. هو اكسفوليون وماسك فوق ما كنبغي ندير الروتين ديال العنايه بالبشره الكامله اللي داخلي فيها لي ماسك والكوماج وداكشي كامل، كنخدمو هو كاكسفوليون وكماسك اللي كيبقى في الوجه مده 5 ديال الدقائق. بالنسبه للريحه ديالو زوينه بزاف، فريمون الريحه ديالو عجبتني. من بين لي غيزون علاش خديته في الاول هي الريحه ديالو، واحد الريحه اللي هي غافريشيسونت. اش غنقول لكم، زوينه ريحه النقاوه في الوجه، فريمون زوينه. المنظر ديالو الصراحه فاش خديته ما توقعتش يكون هكا كما غنوري لكم دابا في ليكرون. دونك المنظر ديالو داير بحال داك الماسك الكحل اولا بحال الغاسول، مي واقيلا مغلوق على الغاسول جو بونس. المهم انه زوين زوين بزاف وكينقي الوجه. دونك هذا عجبني بزاف بزاف، الريحه ديالو زوينه، كيخدم ثلاثه ديال الحاجات في حاجه واحده. دونك كنصحكم به، انا الصراحه لحد الان عجبني بزاف بزاف وكنخدمه تقريبا كل نهار. البرودوي جاي اللي غنهضر عليه هو هاد الهايلايتر من عند ويت ان وايلد. دونك هذا خديته من بعد ما شفت عليه بزاف ديال الريفيوز. هاد الهايلايتر هذا سميتو بريشس بيرلز، والصراحه زوين بزاف بزاف. يلاه بديت كنخدمو معجبني بزاف، كيعطي واحد ليكلا زوين للوجه. انتما انا راني دايره دابا، كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان، انا نعاود نزيد نديرو باش يبان. ما حكموا عليه، اوف كنقول انه كيبان الله اعلم اللي وليت كنبري. اش بالكم، هانتوما حكموا عليه.
صراحه زوين عجبني بزاف بزاف. انا كيعطي داك ليكلا واحد ليكلا هكا زوين، كنظن انه يجي مع ناس سمرين ناس اللي بويض، يعني سا ديبون على كيفاش نتوما بغيتو. تقدروا ديروا غير شويه، تقدروا ديروا منه بزاف. ها نتوما انا بعدا عجبني. اللي عجبني فيه سكو كيبقى شاد ما كيتحيدش دغيا، يعني الا بقيتوا دايرين الماكياج النهار كامل راه غيبقى شاد لكم النهار كامل. الا كنتو نتوما كتقلبوا على شي هايلايتر زوين كنصحكم بهذا، الصراحه زوين احسن لي هايلايتر اللي جربت. البرودوي الماجي اللي غنهضر عليه هو هذا الكريون مات ليبستيك من عند جولدن روز. مؤخرا عاد كي جربته والصراحه عجبني بزاف بزاف. لا بيغمونطاسيون بيغمونتي تدويزه وحده وهانتي ناديه. ما نقولش لكم مات 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 وما نقولش لكم كيبري، يعني جاي ما بيناتهم. صراحه انا عجبني وهكا كنبغي ليبستيك يكون، ما يكونش كيبري بزاف ما يكونش مات بزاف. دونك هذا زوين بزاف بزاف. اللون ديالو فريمون زوين. اللي عندي انا هنايا هو 04 وراه غنخلي لكم كلشي في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوا المعلومات. اختاريت هذا اللون هذا لحقاش قلت غنلبسو بزاف في الصيف. صراحه عجبني بزاف بزاف، ما كيتقشرش على طول النهار الا بطبيعه الحال الا كليتي اولا شي حاجه فغيتحيد لك شويه من هاد لابارتي، مي زعما غير يتعاود صافي سالينا. صراحه زوين بزاف وكيبقى شاد ما كيتحيدش دغيا. دونك انا عجبوني الصراحه بزاف هاد. فكر ناخذ لي كولور الاخرين لحقاش عندهم دي كولور فريمون زوينين. ودابا غنهضر لكم على هاد السيروم من عند افون. هذا اللي كاتبين هنايا ادفانس تكنيكس. دونك هذا سيروم ديال الشعر كيجي بحال هكا. عجبني فيه سكو فيه زيت ارغان اللي كنعرفوا انه مزيان للشعر، والريحه ديالو زوينه بزاف بزاف فريمون. الريحه ديالو حتى هي من بين الاسباب علاش خديته، لحقاش كيخلي واحد الريحه اللي هي زوينه زوينه بزاف في الشعر. دونك هذا نورمالمون كيدار فاش كتخرج من الدوش كيكون شعرك يلا نشفتيه بالفوطه باقي شي شويه مبلل، كديريه فيه فريمون كتحسي بواحد الرطوبيه بالشعر، كيولي هكا سلس يعني ساهل انك تمشطيه، وكيعطي حتى واحد لابغيون الصراحه زوينه. انا بعدا عجبني بزاف بزاف. والصراحه انا كنديرو زعما كل نهار شعر فازق اولا لا، حيت كيعطي واحد لابغيونس زوينه للشعر. نوريكم دابا. دونك لكل نهار كندير منه غير شويه ما كناخذش بزاف. هانتوما نجرب هنايا، ريحته فريمون زوينه 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 بزاف. هاكا نشطب هاد المشطه هادي اللي حنينه على الشعر، ما كتجر ما حتى حاجه. هما فريمون كيعطي واحد لابغيونس زوينه للشعر وكيولي ساهل في التسراح، والريحه ديالو زوينه. دونك انا فريمون عجبني بزاف بزاف. وصافي هادشي اللي كان على هاد لو برودوي، صراحه زوين بغيونس ريحه الملمس، يعني كلشي داكشي اللي فيه صراحه عجبني من عند افون. اخر حاجه غنهضر عليها هي هاد لو بارفان من عند مون بلون. صراحه زوين زوين بزاف. الريحه ديالو ديال ما بين الربيع والصيف، دونك زوينه كاع ريحته بالنسبه لهاد لا بيريود. واللي كيعجبني فيه سكو كيبقى لاصق في الحوايج، يعني كتلبسي الحاجه وتمشي النهار كامل وتبقى لاصقه فيك، تحيدي الحاجه وتعاودي تلبسيها كتبقى فيها نفس الريحه، يعني يستاهل فريمون الثمن ديالو. زوين بزاف بزاف هذا، كنصحكم به الا طحتوا عليه اولا كتفكروا تاخذوا شي بارفان زوين عليكم. هذا ديال مون بلون والصراحه عجبني بزاف. شوفوا غير الشكل ديالو حتى هو زوين بحال شي ديامون شي وريضه. دونك هذا فريمون عجبني بزاف بزاف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم فتنساوش تخليو دي لايك وتابونا فلاشير باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. ومن هنا المره الجايه كنقول لكم شكرا بزاف بزاف على المتابعه، والسلام عليكم.